لا ما يطمعش في المتناول، اذا كان الحم كان ب 19 وب 18 ولا 23 و 800، والبركوس كان ب 17 وب 16 ولا ب 24 وب 25، ماشي خلص ما عادش عنده فلوس راه. المواطن شو ما عادش ينجم ياكل الحم، يتفرج فيها مثلا نهار احد هكا نصف تقعد، راه عباد تدخل وتخرج، ما فماش بيع وشراء. لا بيع لا شراء. عندي شي عندك شويه شويه. الاسعار مثلا هذايا ب 14 دينار بالعظم. في شويه عظم ب 14، الهبر ب 23 دينار و800، البركوس ب 23 دينار و800. يعني باللي العروش ماهوش ب 44 45 العروش، شوف شو يقدر عليه، لكن جرنتها 30 دينار يا خو المواطن، بربي يسحبوا، ياكل بها الحم، ياكل بها كريم، ماء، ضو، ما ينجمش يقدر على شيء. كنا قبل تما مشي الامور شويه مرتاحه، تو ما عادش عندنا شيء، اذا كان عنده الكهرباء والدار والكرا والدنيا والتليفونات وكارت تاع اولاده ويقرا يغزل الحم مسكين يتفرج فيه على روحه. دل الشاري ما زادتش توا اللحوم فما توا بعض المواطنين يقول لك مثلا توا الحم الشاري. اي الشير فيه كبير الحم. خاطر ما يخلطش الحم. سامحني سامحني هو يعرف اللي هو توا اذا كان هذه الحمد هذه عندها 30 سنه. وانا فما دكتور حتى هذيك كنت فيها 25 سنه الانسان اذا كان ما يخلطش على الحم ب 40 و 50 الف يقوى هذا ينجم كي يطيب كي يطيبوا واحده واحده فما الحم باهي بريمة فما الحم مش بريمة ما يطيبش بكل ما هذا على الاقل يطيب باش مويان ليه كبير برشا ولا صغير برشا انت الفروحات والموتى والدنيا كل منين ياخذوا الحم ياخذوا 40 45 الف فرنك قداش يحبوا يعمل من بعد وتو انا نقول لك الدنيا بيلها 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 بالكدا مقبل رمضان توا ناس يشري الفاح يشري منا جي مع الشرس الكريم الماء الضو ما عنده ما عادش يخلط حتى شيء. توا الاقبال هنا في المواطنين معناتها قاعدين مقبلين. لا لا ما عادش مقبلين برشا على خاطر تفرج الحم معلق على اليمين وعلى اليسار نهار حد لو كنا نخدموا خدمه 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 بريم ما عادش شوي شوي عندي الحمد لله مستورين شيخين ناصبين فيش في حاجه واحد اللي كونه نحن مثلا معلولين وعنا رسمال نخدموا مع الناس مريقلين فما ناس الزر باش تسكر ما عندهمش رسمال ما عادش يعطي الحم يجيبوا الحم يجيب فلوس بعض يعني كونتون ما عادش يعطيك الحم تو يجيبك سلعه كيما هكاك يلزم ياخذ فلوس اللي ما عندوش فلوس ورسمال يبكي عليه راه ان شاء الله ما تزيدش ان شاء الله ما تزيدش خاطر تولد كل يوم تزيد زيد 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 اللي ما عادش ينجم حتى واحد هذا يا جماعه 19800 راه اليوم 23800 هذا كان ب 11 وب 12 اليوم ب 14 دينار راهو الحم من بلاصتهم يعني كنا نحن نشوفوا رخيص هو كبير شويه والمواطن يعرف اللي هو كبير كان ما يعرفش كبير ما يجيش يشري من عندك مثلا معروف انا مبروك بالسويقه معروف نبيع هذاك مثلا رمزي هذاك علينا معروفين كعب كعب وعندنا ناس تبيع العجور العجور ب 44 كيفاش تحب والله العظيم ساعه ساعه طلب الحم هكا عجل كله 20 دينار تو هذه مثلا لحمه هذه تعمل 7000 مش كيما اللي هو كيما ويطيب يتكلم ب 20 بالسردين المنتنه المنتنه ناس رايت ناس تكلم معادة ولد اقسم بالله شيء ضغط صحيح نحن تعدينا بفترة خايبة 11 سنة تعب وشقاء هذا كان الحمد لله ب 5000 فرنك قبل الثورة هذا الهبر كان ب 8000 فرنك العلوش ب 11000 اليوم أربع مرات خمس مرات زاد وين ماشيين بالشيء هذا يبدو يسكروا الحدود يبدو يسكروا الحدود شو تزير وليبي واللحم نتاعنا مشي على روحه راهو عندنا ثروة كبيرة راهو راهو كانوا يسيبوا راهو وريتنا من فين ولينا الشيء يخرج بالمواطن نحن في بعضنا ما عملناش شيء انا نعديك وانت تعديني الحم نتاع ما شحنا الحم جمل وتو انت تعرف دينار تونسي طاحي كيف جبنا الحم هو هو كان قبل في وقت العهد الاخر كي يجي رمضان يجيب الفريقوات من برا وقت يجيب الفريقوات من برا هذا يعمل لا يعتدل ويقول يولي 10 يولي 9 خشب له الحم نتاعو اليوم عاد لا عندنا لا فلوس نجيب له الحم ولا لا استيراد ولا توريد على كل خويا ربي يعينكم وربي مشي على الصليح بالحق ربي مشي على الصليح يا قيس سعيد يقف شويه على شويه الحم جيب لنا والله 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 العظيم كلمه السيد الرئيس يجيب شويه الحم وانا درت بديت تسكر بكل شيء هات يا خل العلف خلي تطيح الحم يا كل العلف غالي تحب يطيح لك الواحد الفرنيشر في الحم ما يجيبش يطيح لك الشاري يشكي والبياع يشكي يعني قلت لك انا منيش كل شيء زاد الزين ما خرجش خلاه ب 11000 كيلو لحم توا ب 47 ويوصل في رمضان مش يوصل 50 شكون المواطن كل يوم باش يشري طل لحم ب 25000 ولا كيلو ب 50000 هذا كل يوم تحط له رطل شوف الشرق قداش يطلع معناها ناس ما عندها حتى شيء ياك شو ناس تمشي وتجي تتفرج في بعضها تقول له ب 20 يقول لك برشا، تقول له ب 10 يقول لك برشا، تقول له ب 100 فرنك يقول لك برشا، ما عنديش يصبر شهر كامل، نهار 24 يزبدك الشهريه،
لا 26 27 ما عنده حتى دور. شكون؟ ابدا من الرئيس وانتي هابط للوزير للكل، ما منتريتي هما وشادين مناصب ياخذوا في شهري، زادوش الانتريتي دور ما زادوهمش، زادوش الخدامه دور ما زادوهمش، شهري هذيك تعيش بها تموت بها. تعيش 50 سنه بك الشهريه هذيك وتخرج انتريتي يزيدوا يقصوا لك الشهر. عازله بتاع بسكليت ما تشريهاش. هما الخامات والكراهب والشيخات والفيلات والقصورات والاراضي وكل شيء. وعند ربي الحساب. شيء ها وهي مرات توا ها بفطار تتعدى نقول لها القفة نتاعك. قطة ما عدنوش. ارتال البطاطا ارتال الطماطم حتى الفلفل وصل ل 4000 3 و6. باش يقول لك لا مش وقته. كان عنا اللي نحن مش وقته، ما عليهم هما وقته كل شيء. يشربوا دماء صافية، دماء بزوعين، كارثي كل شيء. المواطن طايش. السردينة وصلت 7000. الدجاجة 9000 9900. شنو باش يعيش المواطن؟ بين المواطن والحيوان شنو؟ المواطن هكا ينطق الحيوان ياكل في الحشيش ويمشي على روحه، هكاك المواطن يتعدى كل شيء طايش، يتفرج. الغلة موجودة، والخضرة موجودة، اللحم موجود، الدجاج موجود، والفلوس بح ما فماش. هذا واحد يقول لك خذا 200 مليار هزة لا ضمانات لا حتى شيء من البنكة، الاخر 70 مليار، الاخر 20 مليار، ادي تمشي البنكة باش تعمل قرض باش تاخذ دار، دار مقر الحياة ليك ولاولادك، يطلب عليك 7000 ورقة، ويعطيك 20 يقص عليك 35، والاخر يمشي يجبد 200 مليار عليه، شكون اللي سهل له هذاك؟ يمو في بعضهم يسهلوا لبعضهم، والمواطن محفوظ، سيبونا هجونا من هنا من البيت، خلي هجونا. حلونا سيبوا العباد كلها خليتها تهجو، خلي يقعدوا احدهم اربعه من الناس خلي يعيشوا. وعند ربي تو نتحاسبوا، هما ياخذوا تو احنا ناخذوا من بعد. قضي عندي 6 أشهر ما خذيتش انا جرام سكر. بالاحباب كل مره واحد يجيب لك شويه هكا. وينو السكر؟ وينو السمير؟ تقول لي السكر بربي الجازوز باش يتخدم، البيره باش تتخدم. هاي كلها بالسكر، هاي موجود القطويات باش تتخدم. ماي بالسكر. الزيت والسكر داعمين ويعطيو للجماعه والطماطم ياكل. ما تاكلش، مرة يشري دبوزة ب 20000، 23000، 22000. تسمع في التيلي هاو فم أو جبنة أنا شدينا أو محطوط هاو فم، اخرج دور. يا أخي أنت قاعد في بيروك تقول لي هاو فم وموجود، اخرج دور وريني، امشي معايا وريني شكون عنده زيت بيبس المدع. دبوزة الزيت هي ندورو شهر تونس، وريني واحد مخرج دبوز. وفما الاخرين السراق ياخذوا الدبابز ياخذوه من غادي لغادي ويسبوه، فهمتني، معلب وكل شيء، يعاودوا له الكاشتي نتاعو ويبيعوا له ب 23. ديما المواطن محفوظ، ديما المواطن محفوظ. وكملوا خلاونا كل 10 سنين نهضه وما نهضه، الله يعطيهم تبريكه تبركهم. قيس سعيد يكمل ينزل عليهم وجيبهم لنا على المباشر السراق. انتوما يبداوا يحكيوا يقول لك احنا نعرفوهم فلان وفلان الاعلاميين فلان يجيبهم لنا على المباشر، خلينا نعرفوهم نحن شكون. وعدكم تخيطوا وتفصلوا كل شيء واحنا نلبسوا، يا تعديهم السريق يا تعديهم، خلينا نعرفوهم السريق شكون مصنا من قبل. في عهد بورقيبه مشات الفلوس من عهد البي، السرقه موجوده. عهد الزين كيف كيف جات النهضه كملت خليتها بالتراكس، هزتها الكل. شخليه شخليه بوجلك يضرب مليار، بنته قالك تخلص في 43 مليار، تخدم فام دو ميناج بون في بريطانيا، تي رئيس ما عندوش 43 مليار، وهي منين جابتها؟ هاكا هزوها ها والشعب يعاني، ريتو الشعب هاو يعاني، ياكل في بعضه، يا خوفي من نهار اللي ترشق الشعب على الشر، باش يترشق لا على قيس سعيد لا حتى شيء، خاطي هذاك الانسان راجل نظيف ويخدم كل شيء، ها جيبهم جيبهم، السراق عديهم لنا على المباشر، محاكمات على المباشر.